L'exercice d'aujourd'hui, on va étudier la suite y n. Donc, y1 est égal à 1 sur 1 factoriel, y2 est égal à 1 sur 1 factoriel moins 1 sur 2 factoriel, yn est égal à 1 sur 1 factoriel jusqu'à moins 1 à la puissance n plus 1 sur n factoriel. Il est clair que la suite de yn n'est pas monotone, relative. Mais est-ce qu'elle va être convergente ou pas? On va voir. دونك ان سويت باش تكون كونفيرجونت بعد كاين واحد الشرط خصها تكون بورني محدوده ولكن غير كافي. باغ اكزومبل هاد لا سويت موان ان على بوسونس ان الي بورني مي ني با كونفيرجونت باسكو لا دو فالور دادهيرونس. دونك لي دو سويت اكستريت مثلا نسمينا لي يو ان دونك نو كونفيرج با فيغ لا ميم ليميت. دونك اول شرط خصك تكون بورني ولكن غير كافي كما شفنا. ولكن الا كانت بورني اي مونوتون غتكون كونفيرجون. الا كانت بورني اي مونوتون غتكون كونفيرجون وتقدر تكون نو مونوتون غير راتبه او كونفيرجون. ولكن شرط بورني دائما كيكون. الوغ on va montrer que cette suite là est une suite de Gaucher. Même s'il n'est pas monotone, il est suite au gaucher, donc et par suite il est une suite convergente. Alors, les suites au gaucher, on utilise souvent la majoration. On majore, par exemple, n pour un n très assez grand, un n assez grand, on a n factoriel, n à la puissance n, comme n factoriel. N factoriel, par exemple, n os n, ou la tlata os n, etc. Akbar hadi, donc, kbar min n à la puissance 2, etc. Akbar min ln de n. Donc, on a un de la majoration, ou majeur. C'est la distance vers le haut, on a kadalik. Alors pour M, on a les suites de Gaucher et les termes de A qui ont le même à partir d'un certain rang de N. Donc, quand je fais YM moins YN, qu'est-ce qu'elle va nous donner? On va dire une suite de Gaucher. Mais même quand Epsilon est moins 0, il y a un grand N de N, tel que quel que soit N ou M, mais N bien sûr. أكبر من هذا grand N فإن la valeur absolue هذه نسميها مثلا xn suite xn est une suite de Gaucher seulement si هذه la condition. Donc xm moins xn donc la valeur absolue تاع هذه غتكون أصغر من epsilon. Alors نشوفو ym نختارو pour m أكبر من n. Donc ym moins yn, je n'aurai pas atteint là. Donc, bima n m kbar min n, ghatta hadou s'ikhtizalat la dert had la ym. Donc, je n'aurai pas عندك. Donc, les termes hadi yn, sghar min n, sghar min m. Donc, ghadi les termes li ba3d min hadi. Mathalan, li kan kant عندك hna, donc ghibqa عندك hna les termes li ba3d n factoriel huwa n زائد 1. Factoriel, هنا غتكون ناقص واحد على بويسونس ان بلس 2. اللي ما فهمش هادي سنشرحوها في الاخير هاد الاختزالات اللي غتوقع بلس. دونك هنا غيكون عندك ان زائد 2 فاكتوريال هنا موان 1 على بويسونس ان بلس 3 جوسكا لو ديغني تيرم ام فاكتوريال. خدينا ام و ان من ان افيك ام كبر من ان وقعد دي سامبليفيكاسيون بقاو لنا جوست هاد لي تيرم هادو. هنا غيكون ناقص واحد على بويسونس ام زائد واحد. دونك حنا غنشوفو لا فالوغ ابسولي ديال هاد التعبير شنو غتعطينا. لا فالوغ ابسولي ديال هاد التعبير دونك هنا نستعملو لينيكاليتي تريانغولار الصغار او تساوي. دونك لا فالوغ ابسولي ديال ناقص واحد على بويسونس ان زائد اثنان على ان زائد واحد فاكتوريال. دونك لا فالوغ ابسولي ديال هادي زائد لا فالوغ ابسولي ديال هادي ناقص واحد à la puissance n plus 3
على n plus 2 factoriel jusqu'à rien macha jusqu'à la valeur absolue. Donc la valeur absolue de la naqis 1 à la puissance m زائد 1 à la m factoriel. Donc ado donc كتساوي لنا دونك هذه مباشرة دونك كتساوي واحد هذه تعطينا واحد على ان زائد فاكتوريال زائد واحد فاكتوريال هذه ستعطينا دونك الفالور ابسولي ديال هاد التعابير كلها زائد واحد على ان زائد اثنان فاكتوريال زائد واحد على ام فاكتوريال. الان غنستعمل الماجوراسيون اللي قلت لكم في الاول اللي ذكرنا به بعض لي ماجوراسيون. دونك غتكون عندك ان فاكتوريال كبر من 2 اس ان بوغ ان اسي غون ولا بوغ ان في هذه الحاله اكبر او يساوي 4. عندنا ان فاكتوريال اكبر من 2 اس ان دونك ومنه يعني 1 على 2 اس ان غتكون كبر من 1 على ان فاكتوريال. دونك هذه غتكون اصغر او تساوي هذه واحد على اثنان اس ان زائد واحد زائد هذه واحد على اثنان اس ان زائد اثنان زائد انت ماشي جيسكا واحد على اثنان اس ام. دونك هذه اون فاكتور تساوي نعمل بواحد على اثنان اس ان زائد واحد عامل لي واحد زائد واحد على اثنان زائد انت ماشي جوسكا واحد على اثنان اس ام موان موانزا تساوي واحد على اثنان اس ان زائد واحد. دونك هادي سي لا سوم دين سويت جيومتريك دو غيزون ان دومي. دونك هادا تعطينا واحد ناقص واحد على اثنان على بويسونس ام موان موانزا بلوس ان دونك هادا تعطينا ام موانز ان على واحد ناقص واحد على اثنان دونك تساوي واحد على اثنان اس ان زائد واحد. هنا غتعطينا هذا واحد ناقص واحد على اثنان هي اثنان واحد على اثنان نطلعو بها الفوق غتعطينا اثنان ناقص اثنان في هذا التعبير غتعطينا دونك واحد دونك اثنان في واحد على اثنان اس ام موان ان دونك غنختزلو باثنان هنا غتبقى لنا دونك اللي اختزلنا ب موان ان موان ز. دونك هادي اصغر او تساوي لان هاد التعبير اثنان موجب دونك هادي هتكون اصغر او اثنان عاود المجرور ان زائد واحد في اثنان لان هاد موجب ناقص واحد لكونتيتي نول دونك هادي هتكون كبر من هادي اللي تساوي لنا واحد على اثنان اس ان. هادي دونك غنوجدو واحد الابسيلون هادي تكون هادي صغر من واحد الابسيلون هادي سنجد انها اصغر من واحد الابسيلون بوغ ان ان اسي غون او بيان بوغ ان ان. يمكن لك كذلك الا بغيتي تعاود تماجوريها عاود دير هادي اصغر من واحد على ان او لا يمكن لك تكتفي بهادي. دونك هذه في داك ايبسيلون غات ان في علاقته مع ايبسيلون غتلقاه فيها الدخل بدالات الالين هذا ما يكونش عندك الالين. المهم دونك مثلا بغيتي تخدم بهذه دونك يعني باش يكون عندك واحد على اثنان اس ان اصغر من ايبسيلون دونك سامبلي كو اثنان اس ان اكبر من واحد على ايبسيلون تدخل بالالين دونك يعني سوسي امبليك دونك ان في ln دو دو اكبر من ln واحد على ايبسيلون يعني ان اكبر من ln واحد على ايبسيلون سور ln دو دو. دونك دابخي لا بروبريتي دارشميد سيت ان اكزيست او لا يمكن لك دونك تكتفي ذكرنا دابخي لا بروبريتي دارشميد قلنا سيت ان كي بلو غران كو سيت
quantité là, ou là on pose n, ou là on clique sur on pose n, qui est le juste sahih, e de la juste sahih de la tabir, zaid wahed. Donc c'est la même chose. Ou minhu, donc, ما يكون إبسيلون أكبر من زارو فإنه يوجد واحد جراند إن ينتمي إلى إن تلك مهما يكون إن وهذا إم كبر من هذا جراند إن هنا لفالوغ أبسولي دو إجريك إم موا إجريك إن أصغر من إبسيلون أفك دونك قلنا تاخد n كبر من هاد لا كونتيتي لا بالنسبه ل قلنا كيفاش ان هاد مثلا عندك هاد ym -yn دونك عطاتنا لي تيرم لي من ناقص واحد على n زائد واحد هذه فاكتوريال هذه اس ان زائد 2 اي ان دو سويت جوسكا ناقص 1 على اس ام زائد 1 على ام فاكتوريال دونك هنا بحال انصوم عندك هذا الا خديتي ام و ان من ان افيك ام كبر من ان دونك غيكون مثلا عندك لا صوم ناخذ مثلا هذه لا صوم كا كيساوي 1 مثلا جوسكا ام ديال كا موان لا صوم من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال كا افيك ام و ان من ان و ام كبر من ان دونك هادي شنو غتعطيك هادي هنا تستعمل هي العلاقة شال تساوي لا صوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال كا زائد لا صوم دو سيغما هادي انا مكنهضر من كا كيساوي ان زائد واحد جوسكا ام دو كا موان هاد لا صوم هادي كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال دونك هاد غير تختازلو عفوا مشاهد هاد غير تختازل غتختازل هادي مع هادي دونك غيبقى فقط ابارتيغ هاد لاصوم من ان زائد واحد جوسكا ام ديال هاد لاصوم سي لا ميم شوز عندنا هنا ان صوم دونك قلنا بالنسبة لي سويت une suite basse con convergente première condition ça se compte borné voilà qui ce n'est pas une condition suffisante ça se compte borné mais n'est pas convergente voilà qui la compte borné ou monotone ça se compte convergente ou ça se compte non monotone relative à qui m'a dit voilà qui est convergente oui à la borné tabel borné ou de tout de suite a suite borné borné. Nous pouvons faire une suite convergente. Ou qu'est-ce que de toute suite, même maintenant je m'entends, de toute suite, on peut extraire une suite monotone. Zen, شكرا لكم على أن رابط أفكار أخرى في 80 أخرى شكرا لكم على المتابعة.